النهاردة بتنطلق أول أيام معارض أهلا رمضان، خلاص أيام قليلة بتفصلنا عن الشهر الفضيل. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا هذه المعارض بتوفر كل السلع الغذائية اللي بتحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم، وبتعتبر هذه المعارض فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة جدا. معرض أهلا رمضان واحد من أهم معارض السلع الغذائية اللي بتطرحها الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، ويعتبر المعرض فرصة للمواطنين لشراء كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة جداً. المعرض هينطلق النهاردة في عدد كبير جداً من المحافظات، وهيتم من خلاله طرح وتوفير اللحوم المجمدة والطازجة بالإضافة للدواجن والزيوت ويميش رمضان والجبن ومشتقات الألبان والرز والمكرونة والعسل. ده غير إن السلع الغذائية المطروحة في معرض أهلاً رمضان وصلت كميتها لأرقام ضخمة، يعني مثلاً هيتم طرح 55 ألف طن سكر و17 ألف طن زيت طعام و30 ألف طن رز وأكثر من 10,000 طن مكرونة. وتم تجهيز المعارض بكل الخدمات اللي هيحتاجها العارضين بشكل مجاني، وده لتشجيعهم علشان يقدموا تخفيضات كبيرة هتتراوح ما بين 25% لـ30% بالمقارنة بالسوق الحرة وسلع جودتها عالية. وهتستقبل المعارض كل المواطنين الراغبين في الشراء، وهيكون الحد الأدنى للمعارض في كل محافظة 3 معارض رئيسية بالإضافة للشوادر والعربيات المتنقلة. وتم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة ليها في إنها تكثف من ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ بالتعاون مع انطلاق معارض أهلاً رمضان في المحافظات. كمان وزارة التموين وجهت مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك علشان يتابعوا المحلات التجارية ويتأكدوا من التزامهم بطرح السلع بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات تضر بحقوق المستهلك.